مع المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، محمد قيسي، من فنون الحرب إلى الإخراج. الرجل بعد أن شارك في أفلام عالمية رفقة ممثلين كبار من طينة جون كلود فان دام، قرر دخول تجربة الإخراج من باب التعايش. برا عنوان فيلم من توقيع قيسي يعرض خارج المسابقة الرسمية، يرصد فيه المخرج التعايش بين المسلمين واليهود. روبورتاج ميليندا المريني إدريس كوهن، تحرير جليل بنتسان. محمد قيسي وهو يتجول بشوارع مدينة طنجة التقى معجبيه والتقط معهم صور للذكرى. هو البطل العالمي في رياضة فنون الحرب، الممثل والمخرج في زيارة لمدينة طنجة بمناسبة العرض ما قبل الأول لفيلمه ضمن مهرجان الفيلم بطنجة. كل من صادفه تذكر أحداث فيلمه الشهير مع البطل العالمي جون كلود فان دام. الصراحة الله كنت باغي نتلاقى معه في مدينة طنجة اللي كيشتغل فيها حاليا، ولكن شاءت الظروف انني نتلاقى معه في المدينة ديالي. محمد قيسي تمكن اليوم من إخراج أول فيلم له بالمغرب يحمل عنوان بارا، الذي يشارك ضمن مهرجان طنجة للفيلم خارج المسابقة الرسمية. هي قصة حقيقية تاريخية تدل على تعايش المسلمين واليهود بالمغرب. Le message du film, c'est que tout d'abord, on veut montrer. رسالة الفيلم أولا هي إظهار حقيقة الإسلام المتجلية في احترام السلم والحب. الهدف من الفيلم هو تشجيع الشباب على الإقبال على ممارسة الرياضة للابتعاد عن كل ما هو سيء. ومن بين أهداف محمد قيسي منح الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم. هشام بقالي بصفته خبير في فنون الحرب سيلعب دوره الأول في الفيلم القادم لمحمد قيسي. أعلم أن ببلادنا يوجد أمثال بروسلي، فان دام، وستيفن سيغال، وجاكي شان ينتظرون فقط الفرصة والحظ لإبراز مؤهلهم. وجدوا راحكم في البرجات.